السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. إذا اليوم غادي نشوفوا الأجوبة ديال الصفحة 77. اللي مازال ما شافش الصفحة 76 يمشي يشوفها، راه قريناها وجاوبنا على الأسئلة ديال الصفحة 76 وشرحنا النص. إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو، كذلك تجدون أسفل الفيديو رابط صفحة على الفيسبوك حيث سأقوم بتنزيل تمارين الدعم الخاصة بالمستوى السادس عربية فرنسية ورياضيات. إذا نمشي للسؤال الأول. كيل، إذا السؤال رقم واحد صفحة 77. كيل أوتيل أون في نيتخ لي تكنولوجي نوفيل، أشنو هي الأداة اللي ادت الولاده ديالها ولا كانت الظهور ديالها بسبب لي تكنولوجي نوفيل؟ دونك غنجيو هنا لي تكنولوجي، اذا لي تكنولوجي نوفيل اون في ناتر ان نوفيل اوتيل، اللي هي لو تيليفون بورتابل. اذا الاداه اللي كانت الظهور ديالها بسبب لي تكنولوجي نوفيل هي لو تيليفون بورتابل. سؤال رقم واحد. سؤال رقم واحد. لي تكنولوجي نوفيل. Les technologies nouvelles ont fait naître, le téléphone portable. Le téléphone portable. نمشيو للسؤال رقم جوج. اكوا بوتون كومباري ان تيليفون بورتابل، اذا باش يمكن لينا نقارنو التليفون بورتابل. دونك نمشيو هنايا. اذا il fonctionne un portable il fonctionne كوم، اذا يمكن نقارنوه بحال ان راديو. دونك ان تيليفون بورتابل كوم ان راديو. السؤال رقم 2. دونك اون بو لو كومباري ا ان راديو. اون بو لو comparé à une radio. إذا يمكننا نقارنو الهاتف المحمول بجهاز الراديو. تخوا كو بيرمي ان تيليفون بورتابل، كو بيرمي ان تيليفون، إذا اش ناهو اش كيدير التليفون، لا اش كيمكننا التليفون باش نديروه. دونك ان تيليفون بورتابل، اذا ما نمشيو هنا ان تيليفون بورتابل بيرمي دو تيليفوني، اذا كيمكننا باش نتصلو اي دو ريسيفوار دي زابيل. دونك سؤال رقم 3. il permet de téléphoner il permis de téléphoner et de
et de recevoir des appels. إذا كيمكننا باش نتصلو وباش نستقبلو المكالمة دي زابيل. سؤال رقم 4: كومون لوتور كاليفي تيل لو تيليفون بورتابل؟ إذا كيفاش لوتور كاليفي عطا واحد لاكاليفيكاسيون للتليفون بورتابل اللي هو ها هو هنا مكتوب بخط غليظ لو تيليفون بورتابل، وصفه بإن ريفوليسيون، ثورة بطبيعة الحال، ثورة صناعية. دونك رقم 4 غادي نكتبو إن ريفوليسيون ولا كوم إن ريفوليسيون، كوم إن ريفوليسيون. التمرين السؤال رقم 5: كو بيرميت لي زاباري موبيل؟ إذا شناهي اش كتمكننا هاد الأجهزة المحمولة باش نديروه؟ كو بيرميت لي زاباري موبيل، إذا غادي نمشيو لهنايا لي زاباري موبيل. هي لي زاباري موبيل بيرميت aussi de recevoir des messages, de joindre des services. Et donc, les appareils mobiles permettent de recevoir des messages et de joindre des services. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous faire ou pour nous faire les services? Les services sont les services. Les charités, les régions, les étoiles. Qu'est-ce que les services? Donc, رقم 5. Les appareils mobiles permettent les appareils mobiles permettent de recevoir des messages et de joindre des services إذن كتمكننا باش نتلقاو الرسائل. نمشيو للسؤال رقم 6: Quelles sont les fonctions pratiques du téléphone portable? إذن أشنوما les fonctions pratiques أو بعض les fonctions pratiques اللي كاينين في التليفون؟ les fonctions pratiques هما الأدوات العملية اللي عندنا في التليفون. إذن غادي نشوفو عندنا هنايا les fonctions pratiques. les fonctions pratiques sont: أول حاجة عندنا الريفيل المنبه، عندنا كالكيلاتريس على حاسبة، عندنا أجندا المذكرة، وعندنا لو ريبيرتوار. إذا هادو هما اللي مذكورين هنايا عندنا في النص. كيل سون لي فونكسيون براتيك؟ دونك رقم 6: لي فونكسيون براتيك سون. إذن أول حاجة قلنا عندنا هو الغيفايل المنبه باش كنفيقو
مع الصباح كيتسمى ان ريفاي. عندنا كذلك الاله الحاسبه اللي بغينا نديرو شي عمليه في الهاتف، اذا الكالكي لا تريس. عندنا كذلك اجندا، عندنا ريبرتوار الى اخره. اذا الان غادي نمشيو لجولي اي جيكري. دونك السؤال الاول، كيس كان تليفون بورتابل، اذا ما هو الهاتف المحمول؟ ان تليفون بورتابل، اذا غنمشيو نقلبوا على اشنا هو ان تليفون بورتابل. دونك ان تليفون بورتابل un téléphone portable permet de téléphoner et de recevoir des appels. Donc كما كنا باش هو سيتين اوتيل، هو واحد الاداه اللي كتمكننا باش نتصلوا او نستقبلوا المكالمات. دونك كيس كان تليفون بورتابل سي c'est un outil qui permet de téléphoner et de recevoir des appels. Deuxième question, par quelle profession le téléphone portable a-t-il été adopté en premier? Et donc, اشنا هما المهن اللي خدموا بالهاتف المحمول الاولين؟ اشنا هما المهن اللي كانوا سباقين وخدموا بالهاتف المحمول؟ اذا هما هادو اللي عندنا هنا بين قوسين. اذا لي زوم دافير او لي ريبريزونطون. إذن السؤال رقم جوج، لي زوم دافير إي لي ريبريزونطون. Les hommes d'affaires et les représentants. Quels sont, alors comme ça, les services que l'on peut joindre avec un téléphone portable? Et donc, nous allons faire des services que l'on peut joindre avec un téléphone portable. Donc, de joindre les services. Les services que l'on peut joindre sont les annières, les taxis, les infos, météo et le trafic. Les annières, taxi, les taxis, que les notes le taxi, les infos, que les infos, الأخبار عن طريق الهاتف. La météo, نعرفو كذلك الطقس و لي ترافيك. ترافيك هو التجارة، يمكن لك تشري عن طريق الهاتف. نمشيو لجولي هوت فوا. إذا شوازي ان باساج دي تكست بريبار لو ليغ هوت فوا دوفون تي كاماراد جيستيفي طون شوا.
هنا غتختار واحد الفقرة وغادي تقراها أمام الأصدقاء ديالك. بالنسبة لهذا السؤال هنايا، جو بارتيسيب او ديبا، إذا أتون أفي كيل سون لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دي تيليفون بورتابل. إذا في نظرك أشنو هما لي زافونتاج، أشنو هما الفوائد ديال الهاتف المحمول، وأشنو هما لي زانكونفينيون، الإيجابيات والسلبيات ديال الهاتف المحمول. إذا غادي نمشيو هنا، غادي نكتبو السؤال ما عندوش الرقم، دونك ابخي لا ليكتير جو بارتيسيب او ديبا، دونك جو بارتيسيب او ديبا. إذا غادي نكتبو الأجوبة، غادي نبداو بلي زافونتاج، لي زافون les avantages maintenant il permet de rester en contact avec ses proches, donc il permet إذا كيمكننا باش نبقاو متصلين مع الأصدقاء والأقرباء ديالنا. il permet de rester en contact avec ses proches. نزيدو شي وحدة أخرى. Il permet de faire des recherches. Donc, il permet de faire des recherches. Et donc, pour vous, comme que tu l'as mis dans le niveau 6, mais qui compte avec un projet de classe, que tu marches ou que tu cliques sur le téléphone mobile. Donc, il permet de faire des recherches. C'est un moyen, donc N'Golo, c'est un moyen d'apprentissage. Le hatif lium ou la wahed le wasila del ta'allum. C'est un moyen d'apprentissage. Et wahed bga yta'allum chi haja, fa kaymkin li yta'allma an tariq le hatif d'apprentissage. Lugha ou la sana ou la ay haja. Dorous ou la mojoudin fil hatif. دابا غادي نمشيو لي زانكونفينيون، السلبيات. لي زانكونفينيون ديال الهاتف المحمول، إذن أول حاجة ليزولمون سوسيال، ليزولمون ليزولمون سوسيال. شنو هي ليزولمون سوسيال؟ هو ان الشخص كيولي منعزل، شي واحد مثلا بلي بالالعاب ولا شي حاجه كيولي منعزل، ف كيولي ديما جالس راسو شاد التليفون، ما كيبقاش شخص اجتماعي. كذلك عندنا لا بيرت دي طون، الناس اللي كيبقاو غير كيلعبوا في الهاتف ولا غير مكونيكتين، لا بيرت دو طون، كيضيعو الوقت، لا بيرت دو طون. إذن درنا لي زانكونفينيون، درنا لي زافونتاج، تقدرو تزيدو نتوما دي زافونتاج و دي زانكونفينيون على حسبكم نتوما. نمشيو لجومي فالي، دون دو فونكسيون دي تيليفون بورتابل. إذن غادي نعطيو جوج الخدمات اللي كيقدمها الهاتف المحمول. دونك الرئيسيه اللي هي تي ال بيرمي دو تيليفوني. اذا هذه هي الخدمه الكلاسيكيه ديال الهاتف، هي التليفوني اي اونفوي
إذن غادي نحيدها ونعاودها حتى ما واضحاش. اون فويي دي ميساج، إذن كيمكننا باش نتصلو درنا حنا جوج الخدمات، تليفوني اتصال وارسال الرسائل. تقدروا نتوما تزيدوا على حسابكم نتومايا. بوكوا ان تليفون بورتابل ايتيل براتيك، علاش قلنا الهاتف المحمول انه براتيك؟ باسكو فاسيل، الي فاسيل ا ايتيليزي، دونك باسكو الي فاسيل ا ايتيليزي، باسكو الي فاسيل ا ايتيليزي، اذن سهل الاستعمال. هذا الشيء علاش كنقولوا براتيك، الي براتيك. اتون افي كيس كي يبيرمي او تيليفون بورتابل دو نيتر اي دو سو ديفلوبي، اذن اشنا هي الحاجه اللي مكنات الهاتف باش يتطور؟ اذن غادي نقولوا هنا لا تكنولوجي ولا لا سيونس، وحده فيهم. اذن انا غادي ندير لا تكنولوجي، لا تيك نو لو لا تكنولوجي. رقم 4 تروف ان مو كي فيان دو شاكان دي فيرب سويفون، اذا عندنا هنا افعال دي فيرب وغادي نعطيو منهم حنا كلمات. تليفوني نقدروا نقولوا تليفون، دونك تي تيلي تليفون تليفونيس الى غير ذلك. كومينيكي كومينيكاسيون، كومينيكاسيون. كالكيلي كالكيلاتريس مثلا، كالكيلاتريس ولا كالكيل، كالكيل ولا كالكيلاتريس، كال كالكيل. اللي ما باش يدير كالكيل يدير كالكيلاتريس، راه كاينه في النص. ابلي، اذا اتصل غادي نكتبو حنا اتصال، ان ابل لي زابيل لا ابولاسيون الى غير ذلك. اذا هنايا نكونو سالينا الصفحه 77. شكرا على مشاهدتكم، ساترك لكم في الرابط اسفل الفيديو رابط القناه على او الصفحه على الفيسبوك، حيث سأقدم دروس الدعم الخاصة بالمستخدم.